الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. أولا أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على ردود الأفعال اللي من امبارح. الحقيقة كان عندي حلقة مهمة جدا مع أحد نجوم مصر في كرة القدم وفي الإعلام وفي الإدارة، نجم الكبير الكابتن أحمد شوبير. كابتن أحمد شوبير امبارح كانت حلقة من القلب، صريحة جدا، اتكلمنا في كل شيء، اتكلمنا في الرياضة وفي الإدارة وفي الإعلام، في كل شيء الحقيقة، ومواقف كثيرة جدا جدا. واسمحوا لي ان انا اعتذر لكل الناس اللي كانت نفسها او كانت تتمنى ان هي تعمل مداخلة في حلقة امبارح، ولكن انا الحقيقة حبيت ان احنا ان حضراتكم تسمعوا كابتن شوبير كأحد نجوم النادي الأهلي وبمنتهى الصراحة وكل الأمور. من امبارح لغاية النهاردة الحقيقة ردود أفعال كبيرة جدا على هذه الحلقة. انا شخصيا بشكركم جدا جدا جدا، واي حد بيقول لي وخدوا بال حضراتكم انا لازم اقول الكلام ده لانه هو كلام حقيقي 100%. انا ما بشتغلش لوحدي، انا زي ما قلت لحضراتكم وزي ما دايما بقول لكم ان انا لما بطلع على الشاشه انا ورايا جيش كبير جدا جدا من المعدين ومن المخرجين ومن الفنيين ومن كل الناس اللي بتشتغل على كل شيء في حلقه امبارح الحقيقه وفي كل حلقات وبرامج قناه النادي الاهلي. وعشان كده انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا باسم كل الناس، كل الناس اللي جالها اي ردود فعل الحقيقه بلغوه لي وبيقولوا لي اشكر كل جمهور النادي الاهلي على اللي اتعمل امبارح وعلى وغير جمهور النادي الاهلي. الحقيقه جالنا ردود افعال كبيره جدا جدا، فانا اذا كان هناك من يستحق الشكر فهو دائما يظل جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي بيقف دايما ورا فريقه ورا ادارته ورا مجلس ادارته ورا كل اللعبات، الفرق في كل اللعبات جمهور،